كما أكدت وزارة الصحة على أنها تواصل إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا، ودعت جميع فئات المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين لاتباع الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة للحفاظ على الصحة وعدم انتقال الفيروس. وأكدت الوزارة على أنها سخرت جميع كوادرها الصحية العاملة بالوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمملكة البحرين للتصدي للفيروس. وشددت الوزارة على ضرورة التقييد بالإرشادات والطرق للحد من انتشاره للحد من انتشار الفيروسات الضارة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وضرورة تجنب السلام باليد والاكتفاء بإلقاء التحية وتجنب العناق أو تقبيل الآخرين، وأهمية تغطية الأنف والفم عند العطس بباطن الكوع أو باستخدام منديل بدلا من اليد، وتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة. ودعت الوزارة إلى أهمية اتباع طرق تقوية المناعة، وهي ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على الخضروات والفواكه وأخذ قسط كافي من النوم، إلى جانب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. كما دعت الوزارة لتجنب التدخين ومحاولة الابتعاد عن كافة المصادر المسببة للتوتر والقلق، والتأكد من حصولك على كل التطعيمات حسب جدول التطعيمات الموصى به من وزارة الصحة.